على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء أتقدم بالشكر الجزيل إلى مديرية شؤون الدينية والأوقاف على رأسه السيد المدير وسادة إطارات المديرية على هذه الدعوة وعلى هذا التكليف، وإن كنت لست أحق بذلك وهناك من الحضور من هو أولى مني بالتكلم. الحمد لله العزيز الوهاب، يرفع من يشاء فيجعله من أولي الألباب، ويهدي من يشاء إلى السداد والصواب، ويرزق من يشاء بغير حساب. حمداً يوافي نعمه ويكافي مزيده، ما مخر الفلك في العباب. أنزل على عبده الكتاب وبعثه في أمة أمية لا تحسن غير قرض الشعر والتفاخر بالأنساب. بغير كتابة ولا حساب فجعلها خير أمة أخرجت للناس من غير مرية ولا ارتياب. وأشهد أن لا إله إلا الله عالم الغيب والشهادة وموفق أوليائه لينالوا الحسن وزيادة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى ونبيه وخليله المجتبى، أشرف المخلوقات طرًا وأرفع أهل السماوات والأرض قدرًا. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد،